أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون. أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين. بسم الله الرحمن الرحيم. فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين. وضرب لنا مثلا ونسي خلقه وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي المعاد وهي رميم قل يحييها الذي وهو بكل خلق عليم. وضرب لنا مثلا وضرب لنا مثلا وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قال من يحيي العظام وهي رميم. وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال أي يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها
وهو بكل خلق عليم. الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون. أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم. صدق الله العظيم. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والسماء والطارق وما أدراك الطارق النجم الثاقب إن كل نفس فلينظر الإنسان مما خلق. خلق مما إذا يخرج من بين الصلب والتراب. إنه على رجعه لقادر. فلينظر الإنسان مما خلق. خلق مما فما له من قوة ولا ناصر. والسماء ذات الرعد. والأرض ذات الصدع.
الفصل وما هو بالعزل إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم كلا إن الإنسان ليطغى أرواه استعانى إن إلى ربك الرجعى بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم كلا إن الإنسان ليطغى أرآه استعانى إن إلى ربك الرجعى أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى
أمر بالتقوى أرأيت إن كذب وتولى ألبي على بأن الله يرى. لنسفعا بالناصية ناصية كاذبة خاطئة فليدعو نادية سندع الزبانية كلا لا تطعه واسجد واقترب الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم ويل لكل همزة لمزة صدق الله العظيم. ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا ليبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممدد. بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم
إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد لم يلد ولم يولد قل بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق من شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا
الشك. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس صدق الله العظيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
المغضوب عليهم ولا بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه ذلك ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون صدق الله العظيم يا عاشق القرآن اسمعه بإتقان فإنه شافي للأمراض كاشف للأوهام. عشنا سويا مع القرآن الكريم دستور الأرض والسماء تلاه على مسامع حضراتكم قارئ قد عرف بجمال صوته ودقة أدائه وروعة أسلوبه قارئ اتحاد الإذاعة والتلفزيون العربي فضيلة القارئ الشيخ عنتر الهنداوي القارئ والمقيم بمحافظة البحيرة مركز ومدينة دمنهور بالاشتراك مع الهندسة الصوتية والفراشة الحديثة المتنقلة التي ركبت تحت إدارة وإشراف الناني مني المقيم بشبرا شارع 20. حضرات السادة الأفاضل شكر الله سعيكم جميعا والبقاء لله وحده.